شو صايرة عم تتأفأفي؟ هاتي لقلك هاتي. حتى حفر الكوسة تبعي ما عاد عجبك بعد كل هالعمر؟ طيب لا أكيد بيعجبني، أكيد بيعجبني. صباح الخير. صباح النور. صباح شو لك ابني؟ صرنا الظهر. ويا نور، عم قول ليش ضايجة؟ قصدي النورة. أيهام خلصنا بقى، الواحد بيروح بيغسل وشه بعدين بيجي بيحكي. هي مزبوط، بس مو بالأول ليكون في مي لحتى الواحد يغسل وشه. اي والله المي مقطوعة، بس أنا خبيت شوية مي مشان الطبخ. ايه لكن أمي معيتك تشحدينا شوي من هالميات اللي خبيتيهم، عملينا فنجان قهوة. تكرم عينكم. يلا والله يا ابني وضعك مو عاجبني، هاي حياة اللي عايشها هاي، بشرفك هاي عيشة، بتنام لبعض الظهر، تشتغل بالليل، بمكان كله صياعة وقلة أدب، معلق بالجامعة ما كنت تعرف تتخرج منها، هاي حياة هاي. شوف يا أبويا، هلأ بالنسبة للوضع تبعي، فوالله صرنا اثنين مو عاجبنا، ومشان إذا كنت مفكر حالي عايش فيبدو أنه صورة كتير واضحة لحضرتك أنه هي مو عيشة اللي أنا عايشها. وأما بالنسبة لموضوع الشغل فهو كتير منيح أنه صحح لي وبالليل، مشان إذا فكرت روح الجامعة اللي بدي أتخرج منها فأنا رح كون بنفس شغلي، بس زائد أنه معي شهادة. لك شبك يا ابني، انبحت ما عاد لميت. بالله سكوت. إيش لك أنا مفكر هي عيشة اللي أنا عايشة؟ بس إذا أنا ساكت لأنه أنا بعرف كتير منيح إنه لا في نتيجة ولا في أمل، مكانك راوح. لا إله إلا الله. بس بدي أعرف شو اللي مقعدك بالبيت. سمعتك. بالله؟ قاعد على قلبك. لا لا طمن، غسان راح يصلح السيارة، أخذها على الصيانة. والله من ايد ما نعدمها يا حق. سلم ايديك يا مريم. سلموا لليوم. ضالي مين قالك ما في نتيجة؟ راح تضل مكانك راوح. لا ان شاء الله، ان شاء الله في نتيجة. راح اشتري تاكسي غسان وراح اشتغل عليها من الصباح للظهر، وانت تستلمها من بعد الظهر للمساء إذا بدك يا ابني. الله، أنت بتصدق إنه أنا هاي النتيجة اللي كنت عم استناها؟ اشتغل شوفير على تاكسي، لا مو هيك، وصاحبها بده يبيعها لأنه مهرهرة. لا حول ولا قوة إلا بالله. بس شو في يالك ابني؟ اللي بده يدفع إجرة التوصيلة رح يدفع إن كانت جديدة ولا قديمة. لك آخ يا أمي آخ، المشكلة إنك قاعدة بين أربع حيطان وما عم تعرفي شو عم يصير برا. لك أمي العالم عايشة في فيلل بقصور، لك أمي عايشة بقصور، العالم برا عندها سيارات وعندها مرافقة وعندها شوفيرية، هيك العالم عايشة لك أمي. نعم حضرتك منين بتعرف هدول الناس؟ ما بعلمي كل رفقاتك عصام وزاهر، هدول ما عندهم لا فيلل ولا سيارات ولا طيارات. وحضرتك من وين بدك تجيب حق البيئة؟ والله ما بعرف، عم فكر بيع نص البيت اللي فوقاني. شو تفضلت؟ ما البيت مثل الخشة، لسه بدك تبيع نصه؟ ليكون فكر عندك قصر يلدة زمالي خبر؟ خلاص لك، خلاص، بيتي أنا حرفي. لا يا سيدي مانك حرفي، أبداً مانك حرفي. ما بيكفي رفقات ما بنستقبل لأنه ما في مكان نستقبله فيه، ولا بس بدك تصرفنا مثل الدوام عشان حضرتك تشتري سيارة مهررة وتشتغل عليها، مع أنه كان صحح لك أبو أيهم أنه يكون عندك مكتب تاكسي. بس شو بدنا نعمل؟ حظنا شرطي شريف ومتقاعد كمان. خلصنا أيهم، أبوك مو مستحمل هذا اللي طلع معك. الله يسامحك يا خود قهوتك وطلع لفوق. يلا. لا يا ستي دائما خلي يشربها هو. يسامحك. تقول منك، تقول منك. لك هذا ولد طايش.